موقع أنا السلفي. لا بد أن نلتفت إلى أن هذه الأيام التي بقي نصفها تقريبا، يعني هي أيام في شهر كريم وموسم عظيم، وهن الأيام المعلومات التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في محكم الآيات. فلنتواصى بالمسارعة في الأعمال الصالحات والإكثار من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. هذه أيام مضاعفة الحسنات، هذه أيام إجابة الدعوات، هذه أيام الإفاضات والنفحات، هذه أيام عتق الرقاب الموبقات، هذه مواسم الأرباح والمجاهدات عند ذوي الهمم العاليات.